عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الكلام، أحلى كلام، بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة أنا بعرض لكم الهدايا اللي جات لي في المولد النبوي. شايفين الهدايا اللي جات لي؟ أنا هعرضها لكم، وأنا بعرضها لكم هنصلي على النبي كثيرا عشان تحصل لنا البركة في بيوتنا وفي عيالنا وفي كل شيء في حياتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المفروض في الأيام المفترضة ديت بنصلي على النبي، طبعا احنا في كل وقت بنصلي عليه، بالذات في الأيام دي بمناسبة المولد النبوي نزيد صلاة على حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هو أغلى الناس. المفروض إن احنا نذكره كثيرا ونصلي عليه يوميا 100 مرة أو أكثر طبعا، لأن هي الصلاة على النبي دي بتزيدنا بركة وتزيدنا وطبعا هو اللي هيشفع لنا يوم الدين، فالمفروض إن احنا نديله حقه في الصلاة على النبي كل يوم وكل لحظة وكل دقيقة. ودي طبعا الهدايا اللي جاتلي، جاتلي من أعز الناس، وأي حاجة تجيلي هدية إن كانت كبيرة أو صغيرة طبعا جزاهم الله خيرا. وأنا برضه هديتهم بالهدايا اللي انتوا شفتوها معايا في الفيديو اللي عدى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام قال تهادوا تحابوا، واحنا في بمناسبة المولد النبوي احنا بنهادي بعض. وطبعا الهدايا دي يعني مش ناس ما بتحبش بعضها، طبعا الناس بتحب بعضها حتى اللي بتهادي بعضها. فبمناسبة المحبة ديت احنا برضو بنحب رسولنا عليه الصلاة والسلام وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونزيد كثرة في الصلاة على النبي كل يوم صباحا ومساء 100 مرة نصلي عليه صلاة تشفع لنا يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهوريكم طبعا باقي الهدايا اللي جاتلي، كل الهدايا حلوة. ونشكر طبعا الناس اللي جابتلي الهدايا ديت، شكرا كثيرا وجزاهم الله خيرا على كل الهدايا اللي جابوها لي بمناسبة المولد النبوي. ودي طبعا الهدايا ديت من أختي، وديت مانجا. أنا طبعا من اليوم اللي قبله الهدية دي جاتلي، فطبعا هي كمية كبيرة بس أنا إيه عرضتلكوا دوت كمية صغيرة دي، فقلت
بنحب بعض، إن كنا إخوات، جيران، أصحاب، أصدقاء، أي معرفة بين أي الناس طبعا يبقى فيها حب وود وتراحم. أنا طبعا ما قدرتش أصور لكم في ساعتها عشان الهدية دي جت لي من بالليل، فأنا قلت بقى أكيسها، أغسلها وأكيسها وأحطها في الفريزر على طول. فأنا طلعتها الصراحة وقلت بقى أوريها لكم من ضمن الهدايا اللي جت لي. فاحنا كلنا بنحب بعض، لازم نحب بعض، لأن الحب دوت ربنا خلقه في قلوب الناس عشان نحب بعض ونبقى متراحمين ومتحابين. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بالتراحم والرأفة والرحمة بين الناس والمحبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ودي طبعا كرتونة بيت باينة اهو، وهوريها لكم من جنب. دي طبعا جاتلي هدية برضو بمناسبة المولد النبوي لأعز الأصدقاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لازم نحب بعض ونفرح بعض ونود بعض ونهدي بعض في المناسبة الجميلة ديت عشان ننشر الحب والمحبة بين الناس وبين بعضهم، وكل شيء جميل طبعا لازم نعمله عشان ننشر المحبة والسلام والتآخي. طبعا مننساش إخواننا المسيحيين برضو، نحبهم ونودهم ونهديهم بأي حاجة تجينا أو بأي حاجة. أنا متعودة أي حاجة تجيلي هدية برضو، يعني مش بتبقى ليا برضو لوحدي، بوزع منها بوزع منها لأصحابي وحبايبي وكل اللي أعرفه. يعني ما نبقاش مثلا قافلين على نفسنا إن إحنا مسلمين، نبقى مسلمين بس لوحدنا، نهدي بعض ونحب بعض. كمان إخواننا المسيحيين هما برضه جزء من المجتمع، ونحب بعض وعشان ننشر الحب والسلام بين المجتمع وبين الناس. طبعا دي كل الهدايا اللي جاتلي، وأنا برضو هديتهم بحلويات، كل واحد عطيته طبقين حلويات من اللي انتوا شفتوهم معايا. وطبعا جاتلي برضو هدايا تانية، بس أنا في حاجات بقى في الفريزر مش هينفع أطلعها، فهو ده بقى اللي قدرت يعني اعرضه معاكم. وطبعا خير الكلام وخير السلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله، وهو شفيعنا وحبيبنا يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم صلوا نحن نصلي عليه صلاة كثيرا عشان هو ده اللي هيشفع لنا يوم الدين إن شاء الله.